طيب التريننج اظن دكتور محمد كان دكتور محمد عكاشه غطى الفكره دي. التريننج في انجلترا يعني ايه؟ يعني حضرتك جاي انجلترا اول وظيفه تشتغلها، الطبيعي خلصت تدريب، خلصت كليه الطب هنا بتدخل الفاونديشن يير او الامتياز. الامتياز ده هو اول وظيفه تدريبيه بتقابل الطبيب، وظيفه تدريبيه يعني حضرتك مش عامل عقد علشان تسيرفيس تو بروفايد سيرفيس. المستشفى مش جايبه حضرتك علشان تقدم خدمه للمرضى، العقد المفروض ان هو عشان يدرب حضرتك، عشان يرفع حضرتك كطبيب من درجه وظيفيه معينه للدرجه الوظيفيه اللي بعدها. فتكون الدرجه الوظيفيه دي ان انا خريج كليه طب، فهاخد الفاونديشن يير، الفاونديشن بروجرام اللي هو فاونديشن يير 1 و2 امتياز، علشان انقل بعدها لما قبل السبيشالتي او اللي هو الكور تريننج بعد ما خلص الامتياز. فعشان كده الامتياز الفاونديشن يير ده برنامج تدريبي. طب خلصت الامتياز اللي هو برنامج تدريبي، وظيفه تدريبيه، والعقد بتاعي ان انا بتدرب، بتعلم اللي انا محتاج اتعلمه كطبيب امتياز، كواحد مخلص كليه طب لحد ما انقل كور تريننج. طب كور تريننج يعني ايه؟ اللي هو كان زمان اسمه سي تي، كور تريننج 1 و2، وسي اس تي او سي ام تي كور ميديكال تريننج 1 و2، وسي اس تي كور سيرجيكال تريننج، دلوقتي بقى اسمه اي ام تي، مش فاكر اي دي ايه، بس ميديكال تريننج، وبقى 3 سنين ويدخلك بعد كده على السبيشالتي تريننج. المهم انا خلصت الكور تريننج، خلصت التدريب الاساسي. تاني ده وظيفه تدريبيه، يعني العقد بتاعي ان انا بتدرب، يعني بحضر تيتشنج دايز، يعني في المستشفى ليا مهام بعملها علشان اترقى، ومن غير ما اخلصها بعمل روتيشنز على تخصصات معينه، لازم الف اللفات ديت، لازم اعدي على السبيشالات دي، لو ما عدتش عليها يبقى انا ما حققتش التدريب. زي ما ميديكال تريننج بعد اذنك يا محمد دورت لك عليها، اي تقريبا انترنال ميديكال تريننج انترنال. طيب كتر خيرك، في ناس بتدور اهو تقريبا يعني. طيب يعني هنمشيها كده لحد ما حد تاني يصلحنا. ده الكور تريننج، التدريب الاساسي اللي هو قبل ما اوصل للهاير سبيشالتي تريننج، تاني عقد تدريبي. حضرتك كطبيب من حقك تدخل كمتدرب في اي مرحله من دول بانك تمضي عقد مع جهه ما اللي هي هيلث اديوكيشن انجلاند، يعني عقدك هنا ما بقاش مع المستشفى. معلش الكلام مش هيبقى منظم قوي، الكلام هيبقى دردشه كده يعني خطوه بخطوه. حضرتك بتمضي عقد مع الهيلث اديوكيشن انجلاند اللي هي المسؤوله التدريب، منظمه التدريب الاطباء، تدريب الاطباء في انجلترا، بتمضي معاهم عقد وهم يبعتوا يعملوا عقد داخلي مع المستشفيات. يعني محمد منصور ماضي عقد مع هيلث اديوكيشن انجلاند ان انا هتدرب معاكم 5 سنين تدريب، 5 سنين اخلص فيهم الهاير سبيشالتي تريننج بتاع النفرولوجي، 5 سنين بتوع الكلى اللي هو خلاص انا عديت الكور ميديكال تريننج، دخلت في تخصصات، واحد راح كبد، واحد راح كبد، واحد راح كلى، واحد راح كذا، دي البطنه. طيب زي ما قالوا الدكاتره في السيشن اللي قبل دي ان في تخصصات تانية لا، ده ران ثرو تريننج، يعني انت بتمضي العقد من الاول، انا هاخد من اس تي 1 لاس تي 7 او من سي تي 2 لحد سي تي 7 وهكذا، انا التدريب بتاعي من الاول للاخر. مش ما بيعرضوا علينا نطلع عليا اطلع من الروم، ماشي احنا مع بعض الاول، معلش الناس سامعاني؟ سامعينك كويس يا باشا. اوكي تستاهلش. طيب ف ماشي انا مضيت عقد مع الجهه التدريبيه اللي هي هيلث اديوكيشن انجلاند، والجهه التدريبيه دي بتقول لكل مستشفى بقى محمد جاي لكم يا مستشفى يونيفرستي هوسبيتالز اوف ليستر، محمد جاي لكم من شهر كذا لشهر كذا، جاي لكم سنه مثلا، هخلص السنه دي هروح لمستشفى ثانيه الهيلث اديوكيشن انجلاند هتبعت لهم تقول له محمد جاي لكم 6 شهور، محمد جاي يعمل جنرال ميديسن 6 شهور، محمد رايح يعمل رينال تريننج سنه في مستشفى كذا. طبعا كل ده بقى داخل نطاق ديناري واحده. الديناريز لو حضرتك عملت جوجل، كان المفروض اجيب صوره ولا حاجه بس كتير من حضرتك عارفين الكلام ده، لو عملت سيرش على جوجل الديناريز بتاعت اليو كي الاديوكيشنال ديناريز هتلاقي ان انجلترا متقسمه قطاعات تعليميه. في الروم بتاعتي تاني عادي كله هيطلع عندنا هنا في المين روم تاني، بس هو احنا مدلتين بس في ديلي 10 دقايق. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ طلعنا من انا دخلت، انا كل شويه تسحبوني في الاوضه دي، انا كنت في وسط البرزنتيشن يا جماعه. نفس الكلام معايا، انا حسيت ان انا دخلت القفايه هنا، بص الهودي متعلق في مسمار دلوقتي. لا ثانيه واحده، ما اعرفش الدكتور. لا المفروض، لا المفروض ما حدش تطلعكم، يبقى حد حد كانسل. اوكي هو انا مش شايف اوبشن ان انا اخد روم اصلا، البريك اوت روم مش قفلت اصلا، احنا اتلغي. اه بالظبط، مفيش اوبشن.
يبقى ما كده حد داس على الكلوز بريك اوت رومز. لا لا هي كانت اعتقد كانت ليميتد تايم يريد، لان عشان كده يعني فولنتري سوري انفولنتري او كومبلسري ورجعنا كلنا للمين اوبشن. ما فيش الاوبشن بتاع اوتوماتيك كلوزر مش مختارين. هتكون 27 سكندز كلوزنج ابتدت تكاونت ابتدت تكاونت داون يو جونا جوين ذا مين روم ان اوكي اوكي مايت بي سم ون اوف ذا كو هوست بريس باي ميستيك سوري فور ذات اوكي All opening. Back to the break room then. طيب بنعتذر يا جماعة في خطأ فني، ننتظر بس الناس اللي هتيجي الروم. طيب لحد ما الناس ما تنضم للروم تاني، هل الطريقه دي اسال بس دكتوره لميس دكتوره ايه دكتوره اسراء اسال الناس اللي حاضره، هل الطريقه دي ندردش في الكلام بهذه الطريقه ده اوكي، ولا ابدا مع حضراتكم اسئله على طول باعتبار الناس قالت الكلام ده في السيشن اللي فات، او ادخل علينا التريننج على طول؟ حد بس من الناس يعني مفيش مشكله، شوف اللي حضرتك محضره وابتدي بيه يعني مفيش مشكله. أنا أتأكد بس الناس تكون مستفيدة من هذا الكلام. طيب أوكي أظن إحنا رجعنا كده. طيب تاني بعتذر عن الخطأ اللي حصل طلعنا من الروم تقريبا حاجة فنية يعني. طيب نرجع تاني، الطبيب بيخلص لف بين الروتيشنز بتاعته ديت، لأن هو عقده مش مع المستشفى، هو عقده مع الجهة الكبيرة اللي هي الهيلث إديوكيشن إنجلاند. خلص طبيب المرحلة ينقل على المرحلة اللي بعدها، والموضوع ما هوش زمني، يعني الموضوع competency based مش time based. يعني حضرتك بتمضي عقد مثلا انك هتعمل higher specialty training مع يعني في تخصص كذا، مثلا تخصص endocrine حضرتك هتاخد 5 سنين تخصص endocrine، وبعدها تخلص ب CCT، هتخلص شهادة CCT ممكن نتكلم عنها في دقيقتين. مش معنى كده ان حضرتك ضامن ان بعد 5 سنين هتاخد CCT، لازم حضرتك تحقق الريكويرمنتس المطلوبه في التريننج عشان توصل لهذه نقطه الخروج. من ضمن الريكويرمنتس دي بيكون في اكزامز. الاكزامز دي زي ما بيكون في انتري اكزام بالنسبه لليفل معين اللي هو بيكون الاكزيت بتاع الليفل اللي قبله. يعني مثلا نقول هاير سبيشالتي تريننج مثلا في الميديسن او كل سبيشاليات الميديسن. حضرتك عشان تدخل اي سبيشالتي تريننج في الميديسن كلى غدد اي غيره اي تخصص لازم تكون عامل ام ار سي بي. في الجراحات لازم تكون عامل ام ار سي اس، يبقى الانتري اكزام بتاعك هو الام ار سي بي، ما ينفعش تدخل من غير ام ار سي بي. طبعا في اكسبشنز، في ناس بتدخل ام ار سي، في ناس بتدخل الهاير سبيشال تريننج ويسمحوا له يكمل ام ار سي بي اكزام بعدين، بس دي الاكسبشنز. الاصل ان انا بدخل الهاير سبيشالتي وانا معايا الام ار سي بي. يبقى الام ار سي بي دي كانت الاكزيت اكزام بتاع الكور تريننج، يعني وانا بقى كور ميديكال تريننج او اي ام تي لازم باي ذا اند اوف الاي ام تي بتاعتي اكون خلصت الام ار سي بي، وهكذا في الجراحه في نهايه الكور سيرجيكال تريننج اكون خلصت الام ار سي اس، في نهايه الهاير سبيشالتي تريننج بتاع الميديسن اكون خلصت الاكزيت اكزام بتاع السبيشالتي ديت. في النفرولوجي مثلا حاجه اسمها ايزي نف، في بقيه التخصصات اكترها حاجه اسمها سبيشالتي سيرتيفيكت اكزام اس سي اي. يبقى في ريكويرمنتس في كومبتنسيز لازم اعملها علشان اوصل للاند للليفل بتاع نهايه التريننج. في ناس مش بتخلص في الوقت، في ناس بيتمطلها التريننج، بيتمد التريننج لانه محتاج يخلص كومبتنسيز معينه. يعني في ناس متخيله انا دخلت تريننج هخلص في الوقت الفلاني، لا مش كده، لازم حضرتك تحقق كومبتنسيز. اكتر الناس بيخلصوا في الوقت، لكن في ناس مش بتخلص خالص. كان معانا تريني وصل اس تي 5 او اخر اس تي 5 انستيزيا، وبعدين للاسف فيل التريننج كله ودخل يعيد تاني ميديكال تريننج من اوله اللي هو اي ام تي 1 بعد ما كان مقرب يبقى استشاري حسب الارقام السنين، يعني حسب هو اس تي 5 خلاص فاضل له سنتين يبقى استشاري تخدير لاسباب معينه فيل التريننج واضطر يقدم تاني على اي ام تي 1 ولا كان كانت حاجه زي اس اتش او ليفل يعني. طيب طيب يبقى تاني بقى نقول يبقى اول مرحله في التريننج هي اف واي 1 الامتياز اول سنه، واخر مرحله في التريننج ان انا اوصل للسي سي تي. سي سي تي زي ما الدكتور محمد عكاشه قال انها مش معناها ان انا استشاري، لكن انا اليجيبل ان انا اتحط على السبيشالست ريجستر.
يعني انا كده من حقي ان اسمي يظهر في انجلترا على قائمه الاستشاريين، سميناها استشاريين. وظيفه استشاري دي قصه ثانيه، الناس اتكلمت عنها في جوب هانت واتكلمت عنها روتس تو كونسلتنسي. ان انا اخد وظيفه استشاري، وزي ما الدكتور محمد عكاشه قال ان انا معاي في ناس بيخلص سي سي تي، هو خلاص خلص التدريب بتاعه بس قاعد بيلف على المستشفيات يدور على وظيفه بوست سي سي تي، والله ده مؤهل انه يبقى كونسلتنت بس ما فيش وظيفه كونسلتنت. هو مؤهل بس لاسباب ما هوش كونسلتنت دلوقتي، مش بيشتغل كونسلتنت. ليه؟ قد تكون اسباب في السيستم ان ما فيش وظيفه اصلا متاحه في هذا التخصص، بنشوفها اكتر في التخصصات الجراحيه والنساء وغيرها، او ان هو الشخص ده مختار لسبب ما انه يفضل على وظيفه مش كونسلتنت. قد يكون في بلده ما فيش كونسلتنت بوست، هو حابب يفضل في المستشفى دي اللي اتدرب فيها مثلا او اللي جنب بيته او غيره، والمستشفى دي ما فيهاش وظيفه كونسلتنت، فيبقى معاه سي سي تي. هو واحد خلص تدريب واحد خلص تريننج واسمه على سبيشالست ريجستر، لكن بيشتغل ما يوازي شغله الريجسترار، شغله الاخصائي، بس بيبقى بوست سي سي تي يعني سينيور شويتين. طيب نيجي بقى للسؤال اللي دايما بيتسال، يمكن اكتر سؤال، لو هقول اكتر سؤال بتساله انا شخصيا في رسائل او غيره، هو تريننج ولا سيرفيس جوب؟ الناس تيجي على تريننج ولا سيرفيس جوب؟ واجابه السؤال ده لواحد في اول حياته فريش جرادويت اظن هيبقى سهل. لو تعرف تيجي على تريننج جوب وكونفيدنت، انت كونفيدنت انف انك تيجي على تريننج جوب، ممكن ما يكونش في مشكله. تريننج جوب اف واي 1 ايه الريسكس يعني؟ تعال على اف واي 1 تريننج، مش سهله بس ما فيش مشكله كبيره. طبعا في ريسكس، لكن كل ما نكبر في التخصص كل ما الريسكس ما تزيد، وكل ما تكون النصيحه الاونست ان قد تكون بلاش تيجي على تريننج جوب من البدايه لو اصلا تقدر. هنتكلم في البراكتيكاليتي بتاعتها، هل اصلا كل الناس تقدر تيجي على تريننج جوب من اول مره ولا لا؟ بس النصيحه الاونست لو انا بره انجلترا وعايز اجي على انجلترا، اصل انا بفكر ازاي؟ هو انا ليه اضيع وقتي في تراست جريد جوب او سيرفيس جوب وانا ممكن من الاول ادخل تريننج جوب واحسب سنين واخلص وابقى استشاري مثلا؟ ليه اضيع وقت؟ لكن هي المشكله ان في ريسكس كتير انت بتشيلها لما تيجي كتريننج كتريني. انت دخلت، هو الاول معلش الفرق الاساسي ايه بين التراست جريد جوب وبين التريننج جوب عشان نفهم السؤال ده، السؤال بتاع اجي على تريننج ولا اجي من الاول ولا اجي على تراست جريد، ايه الفرق الاساسي؟ طبعا تريننج يعني تريننج خلاص، يعني انت بتتدرب، يعني انت عندك مميزات زي ان انت ليك تيتشنج دايز مثلا بتحضرها، المستشفى بتفضيك تقريبا مهما كانت الظروف انت بتحضر التيتشنج دايز بتاعتك، ودول ممكن يبقى يوم او يومين في الشهر، يعني يوم او يومين في الشهر كاملين، مش بس مدفوعين الراتب لحضرتك، لا مدفوعين كمان التدريب، متجهز لك تدريب كامل ومدفوع الراتب وحضرتك بتحضر اليوم ده. ليك ستادي ليف انتايتلمنت محترم جدا، وليك ستادي ليف بادجت لما تحضر حاجات خارجيه تبقى ليه امبرس تاخد الفلوس بتاعتك اكتر او افضل من اكثر العقود السيرفيس جوب. يعني في ناس بتيجي على تراست جريد جوبز او عقد مع مستشفى، عقد وظيفه اللي بيقول عليه سيرفيس جوب او تراست جريد جوب الاسم الاصح. في ناس كتير بتيجي على الوظائف ديت وفي العقد بتاعها هو نيجوشيتد جود مثلا ستادي ليف بادجت وانتايتلمنت وليفز وكل حاجه، من حقه انه يحضر مؤتمرات وياخد بدلها، من حقه ياخد ايام ستادي ليفز كفايه و حسب طبعا المكان. تيتشنج هوسبيتال مش هتبقى زي مستشفى ديستريكت جنرال، مستشفى طرفيه يعني في مكان صغير، هم اصلا عندهم عجز وقايمين على ان الدكاتره يجوا يشتغلوا، ما عندهمش اصلا تيتشنج فاسيلتيز كتير. فطبعا التريننج بيديك الميزه دي ايا كان المكان اللي انت فيه، انت الدينا اللي بتسحبك يوم او يومين في الشهر عشان تديك فول تريننج داي مثلا. الاستادي بادجت بتاعتك جايه من الدينا اللي مش من المستشفى ايا كانت ظروف المستشفى. عندك اوبشنز مش موجوده للتراست جريد، زي ايه مثلا؟ انك تلاقي اوبشن زي الاوت اوف بروجرام مثلا، ان انا الاقي ريسيرش، انا جاي على كلينيكال جوب الاقي مثلا ريسيرش اوبورتيونيتي مثلا او اكاديميك فيلوشيب او غيره، اطلعها اوت اوف بروجرام، اطلع بره البرنامج التدريبي، اروح الفرصه ديت وتكون قد تكون بارتلي فاندد بالديناري بتاعتك. الفيزا بتاعتك مش هيكون فيها مشكله في اكتر الاحوال. موضوع الفيزا مثلا من المواضيع اللي ناس كتير حتى في وظائف تدريبيه ما تعرفهاش، ان انت من حقك تروح لسه من فول تايم تشتغل اقل من الفول تايم بتاعك وتبقى ستيل سبونسرد باي الاتش اي اي او الهيلث اديوكيشن انجلاند والفيزا بتاعتك شغاله.
مين بره انجلترا عايز يجي انجلترا وبس لظروف معينه، راجل او ست عايز يشتغل يومين او ثلاثه في الاسبوع، مش عايز يشتغل الاسبوع كله، مين هيجيب حضرتك على عقد بهذا الشكل؟ الا لو انت استشاري في تخصص نادر معين والمستشفى محتاجاك جدا. اكتر الناس لا، مش هيبقى عندهم البريفليج دي. لكن حضرتك وانت تريني خلاص، انت اوريدي انت مضيت العقد بتاعك 5 سنين قدام، واحيانا اطول من كده 7 سنين قدام. فانت اثناء التدريب بتاعك اطلع لسه فول تايم، اطلع اوت بروجرام، اطلع، من حقك تقلل ساعات شغلك كتير جدا وانت لازلت داخل الفيزا بتاعتك مع نفس السبونسر. طيب قلنا طبعا العيب الاساسي او العيبين الاساسيين في التدريب هم ان السالري بتاعه غالبا اقل من نفس الدرجه اللي خارج التدريب. مش دايما، مش دايما، وفي ناس بتبقى شغاله في نفس المستشفى على نفس السالري، واحد تريننج وواحد مش تريننج، واحد تريني والتاني سيرفيس بروفايدر. فطبعا في الحاله دي لا، كنت تريني كنت تبقى احسن لك، انت بتعد سنين من التدريب بتاعك. لكن خارج التريننج خصوصا في مستشفيات صغيره، خصوصا في مستشفيات طرفيه وبعيده عن وسط انجلترا او عن الاماكن المطلوبه، السالري بتاعك ممكن يبقى اعلى بكتير من التريني. والحاجه الثانيه طبعا هي الروتيشنز. الروتيشنز في ناس بتبص لها انها عيب وناس بتبص لها انها ميزه. انا طولت سامحوني، قدامي كمان ان شاء الله 5 دقائق او اقل من 5 دقائق في النقطه دي، نقطه الفرق بين التريننج والسيرفيس جوب. الروتيشنز الناس اللي لو حضرتك عايز تدرب فعلا، من مصلحتك انك تشوف ازاي السبيشالتي بتاعتك بتبقى براكتس في ديفرنت سكيلز. يعني في ديستريكت جنرال هوستل، مستشفى صغيره، في احيانا في ساتلايت كلينكس، طبعا في تيرشري هوسبيتال، لو انت كمان بقى محتاج حاجه كبيره زي انا مثلا في الرينال، انا محتاج ترانسبلانت سنتر، ما ينفعش اعمل تريننج من غير ما ابقى في ترانسبلانت سنتر، وهكذا. كل سبيشالتي فيها حاجات معينه مش موجوده غير في بعض التيرشري هوسبيتالز. فدي ميزه، انا شايف ان الروتيشنز ميزه. في ناس بتراها عيب لو هو كل هدفه الاستقرار، او الحاجه الاهم عنده الاستقرار طبعا. وده عشان كده في ناس بتروح جي بي تريننج، عشان الجي بي تريننج مينلي بيبقى في منطقه واحده. صحيح في الاول بيلف على المستشفيات، لكن بيستقر على الاقل في اخر سنه في الدين، في البلد بتاعته. لكن لو بصيت للموضوع الروتيشنز ده من ناحيه ان هو ميزه، هو عيب انه بيبهدلك صح. وبعض الديناريز واسعه شويه، ايست اوف انجلاند ديناري كبيره، الناس بتلف من اقصى الشرق لحد نص انجلترا تقريبا حقيقي. وان كان ممكن تتفق مع التي بي دي او تريننج بروجرام دايركتور، المدير بتاع برنامج التدريب بتاعك، ان انا والله ظروف اسريه معينه ما اقدرش الف اكتر من كده، يعني ترتب. لكن للاسف الناس اللي ما جربتش اللف خالص، ودي اكيد كلنا شفناها، وانا ما بقولش حاجه وحشه، انا نوت جادجنج، يعني ممكن تبقى حاجه كويسه، بس من وجهه نظري هي بتمباكت الاكسبيرينس بتاعت الواحد. في ناس جت انجلترا على بلد صغيره، قعدوا فيها بقالهم 6 و7 سنين في البلد الصغيره دي، قد يكون هو مبسوط، اولوياته كده مترتبه، هو مستقر مع عيلته، استقر في البلد اللي هو فيها. لكن من وجهه نظر ثانيه هو ما شافش حاجه ثانيه في انجلترا، هو في التخصص بتاعه ما شافش الميديسن ازاي براكتس في مستشفيات اكبر، هو ما شاف، ما عملش كونكشنز وكوميونيكيشن مع ناس ثانيه ونتوركينج مع ناس في التخصص بتاعه. دي شفناها كتير. نرجع بقى تاني للسؤال، بعد ما عرفنا الفرق بين التريننج جوب والسيرفيس جوب او جاست جري جوب، اقدم الاول على مين فيهم؟ هل اجي على طول على تريننج لو انا اقدر؟ يعني انا قاعد في عمان، انا قاعد في مصر، انا قاعد في الخليج، واقدر اجي على تريننج جوب، ولسه صديق جاي لسه جاي معايا على رينال تريننج جوب، ولسه صديق جاي على هيماتولوجي تريننج جوب. اول وظيفه في انجلترا رينال، واول وظيفه هيماتولوجي. ده على فكره الكلام ده ما كانش كومن قوي من كام سنه، يعني الكلام ده اخر سنه وسنتين في الميديسن زاد، لان الوظائف زادت. وطبعا حسب السي في بتاع حضرتك وقد ايه الكومبتنسي بتاعتك وعرفت تعدي، في صعوبه جدا 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 لما تدخل على انترفيو بتاع التريننج جوب مقابل انك تدخل على سيرفيس جوب. سيرفيس جوب انا مستشفى ديسبريت ان انا املى الوظيفه دي، انا عندي عياده عايز حد يملاها وعندي ووردز عايز تتغطى. فاي حد يقدم على سيرفيس جوب وهو كويس هقبله، لكن تريننج جوب الموضوع مش كده. ادخلوا حضراتكم اللي مهتم على مثلا اس تي 3 ريكروتمنت او اس تي 4 ريكروتمنت بتاع الرويال كوليدج، البي الار سي بي، البورد، جوينت بورد كوميشن اوف رويال كوليدجز جي سي بي ار تي، يعني اكتب بس اس تي 3 ريكروتمنت، هتلاقي ان الانترفيوز بتتوصف في صفحات طويله، والريكويرمنتس بتاعتها بتتوصف في صفحات طويله، واللي مر من حضراتكم بالتجارب ديت عارف ان الانترفيوز ديت دونتنج فعلا.
واللي بينافس حضرتك مين؟ تخيل انت واحد اول مره تيجي من بره انجلترا وبينافس حضرتك ناس كلها عايشه في السيستم ده، ولاد السيستم، اتربوا في بعضهم اتربى في كليات الطب هنا، وعلى الاقل خدوا فاونديشن ييرز وخدوا الكور تريننج بتاعهم ومالوا البورتفوليو بتاعهم طول السنين دي. لما يجوا على الاسسمنت، الفولدر بتاعه اللي مليان اسسمنت ده الكانديديت اللي قدام حضرتك، كل صفحه فيه معموله بالطريقه اللي السيستم ده يفهمها واللي الكونسلتنتس اللي في البانل دي فاهمينها. بينما حضرتك يعني مهما اجتهدت فانت المعركه انفير، حضرتك مالي البورتفوليو بتاعك كلام قد يكون درر لكن هو مش مفهوم جدا بالنسبه لهم للاسف. ففرصتك في الانترفيو مش عادله، مش زيك زي الراجل اللي اتربى في السيستم ده. بس مش بس كده، هو لما حضرتك تقبل الوظيفه دي وتبدا هنا تدريب، يعني ثانيه في مشكله هنا ان حضرتك انا بقول لك ما تقدمش على وظيفه تدريبيه من الاول، والوظائف التدريبيه بتقدم عليها على اوريال، على موقع اوريال، بينما زي ما الناس شرحت امبارح الوظائف المش تدريبيه بيتقدم عليها على ان اتش اس جوبس مثلا، او على بي ام جي جوبس، او تراك بتاع الان اتش اس، او عن طريق ايجنسيز. لا، حضرتك عايز تقدم على وظيفه تدريبيه من اول مره، قدمت على اوريال. انا لا انصح بهذا الكلام. طب ليه لا انصح بقى؟ زي ما قلت لحضرتك، اولا فرصتك غير عادله، فرصتك مش زي الناس الاولاد السيستم ده. تاني حاجه، نفرض حضرتك قبلت، انت كده حضرتك حكمت على نفسك انك اول وظيفه تدخلها بكل مشاكل السيتلمنت في السيستم ده، انك تستقر بقى، تفهم السيستم، تعرف البلد شغاله ازاي، تعرف الدرجات الوظيفيه بتشتغل ازاي، تعرف مين بيحول لك وانت بتحول لمين، تعرف البارالل هيلث سيرفيسز اللي حواليك. هو انا لما بدي اما عيان عندي، هو انا طبيب كلى، هو انا بعالج المريض اللي جاي لي ده من اكيوت رينال فيلير وبقول له روح البيت، ولا انت بتستلم العيان من حد وبتعالج العيان بمساعدة 20 تخصص تاني، وأحيانا بتطلع العيان عناية، وأحيانا بتطلع عيان في درجة تانية من الورد، وهو العيان في الورد بتحتاج له بقى فيزيوثيرابيست وكيوبيشنال ثيرابيست وسبيتش ولانجوج ثيرابيست وسايكايتريست و و و وبعدين بتبعت للجي بي بتاعه لما تيجي تطلعه المستشفى، وفي كوميونيكيشن باك اند فورث مع الجي بي. وبعدين العيان لما بيطلع المستشفى بيجي لك بقى العياده بتاعتك. مش هدخل في التفاصيل دي، بس انت مش واحد اتدربت كويس في الطب يبقى انت هتعرف تمانج كل حاجه. نصيحه للتاني، عمال اقول دكتور احمد عكاشه ربنا يكرمه، يعني من الناس اللي فعلا غيروا قراراتي اما كنت جاي انجلترا من 6 سنين وشويه، كانت ان تروح على وظيفه درجتها ايه، وتروح على على مكان فين، والتدريب ولا مش تدريب. دايما النصيحه روح مكان ما تعملش حسابك انك تستقر فيه، اعمل حسابك انك هتقعد فتره غصب عنك هيحصل كلاشز، غصب عنك هيحصل ميس اندرستاندينج، غصب عنك هيحصل يعني كل انواع ان شاء الله مش في مشاكل، بس انت جديد، انت مش باين بالفول بوتنشال بتاعتك في اول شهور. هي دي ديفنتلي مش الفول بوتنشال بتاعتك. مهما كان انت ما شاء الله عليك ما حصلش اي مشاكل منك، برضو انت لسه انسان احسن من كده، يعني يو ويل شاين مور في مكان بعد فتره شويه. فاعمل حسابك ان بعد سنه تكون في مكان مختلف، ما تكونش مع نفس الناس اللي كانوا بياخدوا ايدك واحده واحده وبيقول لك اعمل كذا واعمل كذا، وبعضهم يكون جونيور عنك، مور جونيور. ما ينفعش وانا بدات في مكان ريجسترار مثلا وكان الميديكال ستودنت اللي في المكان او الاف واي 1 عارف حاجات عن المكان اكتر مني وعارف عن السيستم اكتر مني، فيقول لي لا يا دكتور محمد ما ينفعش تعمل كذا، لا خلي بالك دي بتتعمل بالطريقه الفلانيه. ما ينفعش افضل معاه نفس الريجسترار انا برضو بعد سنه، انا لسه ريجسترار مثلا وهو بقى سي ام تي مثلا، وان هو نظرته ليا ان انا محمد اللي كان متلخبط ومش عارف حاجات كتير بقاله سنه من سنه ده. فاعمل حسابك، ابدا في مكان وغير المكان. طيب ده يرجعنا ليه ما تاخدش تريننج من الاول؟ لان انت بتكميت، وانس مضيت عقد التريننج ان انت بتكميت نفسك 5 سنين 7 سنين، الا لو مثلا سي ام تي او اي ام تي او الكلام ده يبقى انا سنتين او ثلاثه، او اف واي 1 او 2 يبقى سنه او سنتين او سنتين يعني، وحتى دول بتعمل فيهم روتيشنز مش مشكله كبيره، لكن المشرفين بتوعك بيفضلوا هم بشكل او باخر. يعني المشرفين بتوعك بيفضل في نوع من من الاوفرلاب بينهم، يعني ممكن بدات مثلا اف واي 1 في مستشفى، السوبرفايزر بتاعك فلان بيقعد معاك سنه غالبا،
السنه الجايه ممكن يبقى واحد تاني، ممكن تبقى انت في اقسام تانيه، لكن لا زالوا نفس الدينري، نفس التراست، نفس المستشفى والكلام ده. فالافضل انك تبدا في مكان تستقر في البلد. زائد معلش مش موضوعنا في السيشن ديت موضوع الاستقرار، بس هي نقطه تكيب المايند يعني. وانا عارف من حضراتكم الناس اللي حاضرين معايا، انا عارف في ناس بتفكر انها تيجي انجلترا قريب جدا. كيب ان مايند ان في حاجات تانية بره الطب بتلخمك في اول فتره. الموضوع مش كله انا بستقر ازاي في المستشفى وفي الورد ومع الزملاء. انت حضرتك لو معاك اسره، طب ما انا اولادي بيستقروا في مدارس، انا زوجتي شوف بقى هتشتغل ولا بتستقر هي كمان بتعمل امتحانات، ولا حتى بتستقر في البلد وفي المجتمع اللي هي فيه. انا شخصيا بستقر وسط اصدقاء وبتعرف على الكوميونتي اللي هنا، بعرف البلد اللي انا فيها، بجيب الاكل منين والشرب منين، وبشتري عربيه وبشتري بيت او بنقل البيت او غيره. الكلام ده كله بياخد من حضرتك يعني منتال ايفورت وفيزيكال ايفورت رهيب. البلد دي بيروقراطيه جدا. ما بقاش في وسط المعمعه دي وانا شغال في برنامج تدريبي، هي الفتره دي مثلا اول 6 شهور لسنه. ونصيحة اللي بتتقال يعني من أحد الناس، اللي ما ينتحرش في أول 6 شهور هيكمل كويس في البلد دي. ما بقاش أنا بقى في وسط المعمعة دي بره الشغل، وجوه الشغل هم مستنييني بقى أز تريني إن أنا بروجريس في التريننج بتاعي وأخلص الأسسمنت بتاعتي، والإي آر سي بي اللي جاي يقرب. الإي آر سي بي ده اللي هو الأنيوال ريفيو أوف كومبتنسيز بروجريشن، اللي هو التقييم السنوي بتاع الكومبتنسيز، اللي هو انت عملت ايه، وريني انت فين في التريننج بتاعك، خلصت ايه السنه دي. فانا قاعد محتاس في البيت والمجتمع وغيره والاولاد والمدارس، وفي نفس الوقت مطلوب مني الحق ده الاي ار سي بي قرب، افيل الاي ار سي بي، اطول سنه في التريننج. طب استفدت ايه؟ ومش بس اطول سنه في التريننج، يبقى كنت خدتها سيرفيس جوب في الاول او تراست جوب، لا ده انا كمان في نظر الناس اللي معايا والسوبرفايزرز بتوعي بقى عندي مشكله اصلا. هو انت ليه ما عدتش زي زمايلك؟ ليه ما خلصتش السنه بتاعتك في السنه بتاعتك؟ فدي كلها نقط اجينست انك تيجي تريننج جوب من الاول. انا معلش انا بايزد، واتمنى اي حد دلوقتي، بالمناسبه اطعوني في اي وقت، احنا جروب صغيره مع بعض يعني، اطعوني بذات الناس اللي تعرف اكتر مني كتير، وحضراتكم تعرف اكتر مني كتير، اللي ليه حد الاول قبل ما نعدي النقطه دي بعد اذنكم، حد عنده اي ديفرنت فيو على الناس تيجي تريننج ولا تيجي تراست جريد؟ خليني اقعد يعني. مش عندي ديفرنت فيوز. يو كود ان ميوت يور سيلف يعني، لو انتوا عايزين تسالوا سؤال، لانه احنا كلنا على بعض تقريبا 9 بالظبط. ممكن يعني ايه نخليها قاعده ودي كده، ونجيب شاي وقهوه وبتاع، مفيش مشاكل يعني. انا هتكلم بقى يعني، انا حامله الوقت ده. اوكي طيب جميل، يبقى الناس موافقه، على الاقل الدكتوره ايه موافقه. طيب انا هكمل وحضراتكم وقفوني قطعوني افتحوا المايكات يعني براحتكم. اوكي انا هكمل من باب الفايده، اتمنى الكلام ده يكون فيه اي فايده. اوكي طيب نيجي على هاو تو ابلاي. احنا قلنا وين تو ابلاي، يبقى لا ما كملناش وين تو ابلاي. يبقى وين تو ابلاي، النصيحه خد تراست جريد جوب في الاول، وخد الجوب اقل من الليفل بتاعك سنه. يعني حضرتك كونسلتنت، تعالى ريجسترار، تعالى سينيور كلينيكال فيلو. حضرتك اخصائي او اخصائي اول في بلدك، تعال على اس اتش او ليفل او جونيور ريجسترار، اللي هو جونيور كلينيكال فيلو، او حاجه في رينج اس تي 3 مثلا ولا حاجه. تراست جريد، خد وظيفه 6 شهور، قد تكون 6 شهور كافيه جدا، في ناس 3 شهور بتكون كفايه بالنسبه لهم، بس 6 شهور ده عقد. ولو عملت عقد مع المستشفى سنه، وخلال السنه دي جالك تريننج، محدش هيقول لك لا، انت معاك نوتس، امضي لهم النوتس والف سلامه يعني، محدش هيمنعك. بس خد وظيفة أقل من الليفل بتاعك لمدة معينة، 6 شهور مثلا ولا حاجة. أثناء ال6 شهور دول استقريت على المستويات الغير طبية، أسرة وأولاد وحضرتك في المستشفى، وفهمت السيستم والهوسبيتال سيستمز اللي هي الإلكترونيك سيستمز، اللي غالبا حضرتك أي كان البلد أنت شغال فيها مختلف عن إنجلترا. استقريت في كل الطرق في كل الحاجات ديت، يبقى ده الوقت من الاول حتى ممكن ابدا اجهز التريننج، البورتفوليو بتاعي للابلكيشن للتريننج. اكتر الناس خلال سنه تكون قادره انها تقدم بسترونج سي في، يعديهم الانترفيو من اول مره، يبقى ما ضيعش وقت وانترفيوهات. وعلى فكره نقطه ثانيه ما قلتهاش، في ليه تقدم على تراست جريد جوب في الاول مش تريننج جوب؟ طبيعه الانترفيو، الانترفيو بتاع التراست جريد ده انترفيو سهل جدا زي ما قلت، لكن كمان دايما هو اونلاين دلوقتي. كان قبل كده بنقول سهل جدا يبقى اونلاين زوم او حاجه،
لكن دلوقتي في زمن الكوفيد خلاص كل المستشفيات بتعمله اونلاين خلاص، ده الاصل يعني. الاكسبشنز بقى هي اللي نعدها على الصوابع. لكن التريننج انترفيوز لا زالت حتى الان بيحاولوا يعملوها سنتر بيزد. اتعملت السنه اللي فاتت على بعض السبيشالات اللي انا اعرفها على الاقل زوم او اونلاين، يعني مش زوم اونلاين، لكن الاصل بيحاولوا يرجعوها يعني في سنتر، لان في ريكويرمنتس كتير هم بيحسوا انها ما بتتعملش. هو في الاخر عايز يعين افضل كانديديت للتريننج، هم البانل عايزين يقابلوا الشخص على المستوى الشخصي. ده في يعني في اسسمنت سمعاك تشوفوا التقييم بتاع الانترفيوز بتاعه التريننج، الاسسمنت كتيره جدا انها حاجات شخصيه، هو عايز فعلا يعرفك كشخص. فالحاجات دي هو مش زوم انترفيو خلاص. فلما تيجي حضرتك تقدم على تريننج جوب بتلاقي نفسك يقول لك والله الانترفيو في مانشستر مثلا بتاع مستشفى بتاع راوند 1 مثلا او مستشفيات كذا الا لو جمعوهم كلهم، والتريننج اللي بعده ممكن تلاقي نفسك مثلا لو انت في ميديسن وهتقدم على ثلاث اماكن او ثلاث سبيشالات مثلا تروح مانشستر وبعدين تنزل مثلا تروح بريستول وبعدين تروح مثلا لندن ولا تروح مش عارف فين تحت في الساوث كورنول ولا غيره، نفسك بتلف انجلترا في ايام معينه. تخيل لو حضرتك جاي من بره انجلترا عشان تركب طياره عشان تروح بلد تعمل انترفيو وترجع وبعدين لا قدر الله ما تتقبلش. امن واوفر لفلوسك واسهل واوفر لعمرك انك تيجي على تراست جريت جوب. وانت هنا في انجلترا لما يقول لك والله الانترفيو في مانشستر اوكي هي ساعه ساعتين بالعربيه وهترجع او بالقطر او تب. غير انك تيجي بطياره عشان انترفيو، دي نقطه ثانيه بس. طيب ازاي اقدم؟ زي ما قلنا oriel.com. بتدخل بتملى البورتفوليو بتاعك، ودي حاجه انصح حضراتكم اللي مهتم انه يجي انجلترا عموما حتى لو مش ناوي يقدم على وظيفه تدريبيه في يوم من الايام، ادخل اعمل اكونت على اوريال ببلاش واملى، جرب تبص ازاي تملى السي في او البورتفوليو بتاعهم. مش عارف بس الاصوات دي. جرب تملى البورتفوليو بتاعهم لان ده هيدي حضرتك هيدي حضرتك فكره عن لما الناس تقدم على تريننج ايه المطلوب منهم. هو بيساعدك تملى سي في فولفيلنج كل الكرايتيريا اللي ترينيه اللي الايديال ترينيه محتاجها. فلو حضرتك هتقدم على تريننج في يوم من الايام ابدا من دلوقتي عشان من دلوقتي ابقى عارف والله ايه اللي هيبقى ناقصني لما اجي اقدم على التريننج، لان انا ممكن تبقى قدامي اوبورتيونيتيز معينه، مؤتمر هنا، كورس هنا، حاجه اعملها هنا، برزنتيشن هنا، ما اعملهاش ان انا مش مهتم. لما اجي املى الاوريال والاقي نفسي عرفت ايه اللي ناقصني، ساعتها لما تظهر قدامي اوبورتيونيتي مش هضيعها. طيب اخر حاجه بقى في اللي انا مجهزه يعني، وسامحوني على التطويل ده كله، هو الرينال تريننج بقى بسرعه كده. وخلاص احنا تقريبا قلنا الكلام كله. الشخص اللي عايز يدخل تدريب امراض كلى، تدريب امراض الكلى هنا في انجلترا، والكلام ده ينطبق تقريبا ما لم يختلف معايا حد من الزملاء، ينطبق على كل التدريبات الباطنه، من التدريبات اللي فيري افيشنت. يعني ما اعرفش الجراحات اخبارها ايه مع كل الناس، لكن في البطنه انت بتاخد تخصص بتخلص تدريب التخصص ده وانت مغطي كل اللي انت عايز تتعلمه. اقول زي احسن يعني، مش عايز اقول ان ما اعرفش بلد تانية هتديك تدريب احسن من كده، تمام؟ لان انا عارف ان في ناس تقول لك والله عايز تتدرب في تخصص كذا روح دوله كذا، ماشي، تدريب في امريكا مش عارف ايه، تدريب في المانيا في تخصص ايه، يعني مش هدخل في النقط، انا ما جربتش. لكن في البطنات كلها التدريب هنا فيري افيشنت، لان البطنات زي ما احنا عارفين مينلي هو علم وشويه سكيلز صغيره، بروسيجرز صغيره، ما فيش مكان في الدنيا ما يقدرش يقدمها. اقول على الرينال بالتحديد، الرينال انت محتاج العلم، وده بتغطيه سواء بتغطيه بالدي تو دي ورك بتاعك مع ناس سوبرفايزرز، ناس سينيور، ناس نوليدجبل، و شويه بروسيجرز هتتعلمها في بعض المستشفيات الكبيره وهتطبقها في المستشفيات الكبيره والصغيره، وفي بعض الروتيشنز بتاعتك اللي في المستشفيات الصغيره بتكون انت الشخص الاساسي اللي بتعمل البروسيجرز ديت، زي مثلا اللاينات مثلا في التخصص الكلى، الفاسكاث والبيرم كاث، طبعا والحاجات بتاعت البطنه بقى كلها، الارتيريال لاينز الحاجات الاساسيه بقى، اللمبر بانكتشرز، الجازس، الكلام، الباراسنتيزيس، الثراكسنتيزيس، الكلام ده اساسيات طبعا المفروض انك بتعلمه اصلا وانت في الكور ميديكال تريننج، لكن بتمارسه طول ما انت طول ما انت طبيب بطنه بتمارسه. فالكلام ده بتتعلمه وبتمارسه طول التخصص. طبيب الكلى هنا او عشان تخلص تخصص كلى ممكن تعمل تخصص كلى لوحده او تعمله مع دوال تريننج، تخصص ثنائي مع البطنه جنرال انترنال ميديسن. اكتر الناس بيعمل جي اي ام زائد رينال، والسبب هو ان اكتر الناس بتتزق في الاتجاه ده
لان يعني الدينري عايزه اكتر ناس تعمل جنرال انترنال ميديسين، نتيجه ان ده التخصص المطلوب اكتر حاجه في انجلترا. اكتر مستشفيات قايمه على طبيب بطنه جنرال انترنال ميديسين، هو ده شايل الانكولات اللي شايله، يعني ما فيش مستشفى ما فيهاش اطباء جي اي ام انكول 24 ساعه. طب املى الكلام ده ازاي؟ اه بتراست جريدز، لكن ان التريننج كمان يسبلاي الدور بتاعه، بان كل طبيب رايح يعمل اندوكراين خد معاك انترنال ميديسين، رايح تعمل رينال خد معاك انترنال ميديسين، رايح تعمل روماتولوجي خد انترنال ميديسين، وهكذا. هل ده مفيد لي انا كتريني؟ اه طبعا مفيد. والله اما اخلص والله عايز انا اشتغل رينال تخصص بتاعي، اخد سبستانتيف بوست او جوب وظيفه دائمه، خلاص هاخد رينال. طب مستشفى فيها نص وظيفه رينال ونص بطنه اقدر اخدها. طب انا لاي سبب عايز اعمل بطنه بس بعد ما اخلص كاستشاري؟ اه تعمل بطنه بس. طيب الاكثر حدوثا بقى فعلا الاوقع ان اكثر ناس بتعمل التخصص بتاعها بعد ما بتخلص، بيعمل التخصص بتاعه سبستانتيف بوست او لوكم او طيب انا شايف دكتوره ايه رافعه ايديها، استاذنك بس دكتوره ايه اقفل النقطه دي لو تسمحي لي، ان اكثر ناس بتاخد الوظيفه بتاعتها التخصص بتاعها كاملا وظيفه دايمه، ويعمل شيفتات لوكم اللي بيجيب بقى فلوس وشغله سريع وموجود في كل حته زي الجنرال ميديسن، يعني ياخد اكيوت ميديسن كونسلتنت في اي مستشفى، دي وظايف ماليه الدنيا، ايميلات بتوصل لنا نهار وليل مثلا، وتختار والريت بتاعها طبعا الفلوس بتاعتها اكتر، وتختار المكان اللي تروح وما الى ذلك. طيب اتفضلي دكتوره ايه، عفوا على ان انا سبت حاجه مش عارف ازاي. السلام عليكم دكتور محمد، انا اسفه على الانتربشن، انا بس كنت raising my hand لما حضرتك كنت بتتكلم على الديفرنس بين يعني it's better ان انت تبتدي كدكتور سيرفيس جوب او تريننج جوب، لان انا اصلا عندي الديبارتمنت بتاعتي لان انا درماتولوجيست، فقصه ان انا ادخل كتريني ان درماتولوجي حضرتك عارف احنا بطنات، فالدرماتولوجي من very competitive jobs يعني، فلما قدمت فجالي الفيرست جوب از سبيشاليتي دكتور تمام، بس كان الفكره ان الكونسلتنت بتاعي قال لي بصي يا انا هديكي 1 year like a training، هي مش تريننج جوب هو under supervision، وقال لي بعد كده انا يعني لما تعلي كده واحس ان انت كويسه ممكن اديكي وظيفه لوكم كونسلتنت، فده كان كلام verbal يعني ما فيش contract يعني كلام كده ودي يعني بس. فحضرتك وانت بتتكلم على نقطة بعد سنة لا سيب المكان وكده، انا برضو الجزء ده شوية فكرت فيه، هل فعلا يعني بعد سنة ادور على مستشفى تانية او تراست تانية واقدم، ولا لا اخليني في المكان اللي انا فيه يعني depending على كلامه يعني ان هو فعلا ممكن يعليني، هل فكرة ان انا اصلا عشان انا مش عارفة ادخل في التريننج كدرماتولوجي امشي في السيزر باسوي، و وحضرتك ترجح ان ده اوكي بالنسبه لي هيبقى احسن، او في وظيفه شويه هتبقى ممكن فيها تريننج شويه او ممكن اجمع شويه في البورتفوليو، يعني شويه ببقى متلخبطه لان انا اوريدي لسه بادئه بقالي 6 شهور، فمش عندي مش عندي ايفيدنس كتير اجمع منها في حضرتك مور اكسبيرينس طبعا عني، فشويه كنت عايزه حضرتك يعني توضح لي النقطه دي. شكرا جدا. شكرا يا دكتوره ايه. طب قبل ما اقول الاكسبيرينس بتاعتي عشان انا مور اكسبيرينس يبدو نمو، فانا الاول هخلي دكتور محمد عكاشه يتكلم ان هو مور اند مور اكسبيرينس يعني، هو اتفضل. اوكي تمام. اعتقد يا رئيس لا هو طبعا مش مور اكسبيرينس ولا حاجه، بس انا عشان انا الخبره بتاعتي مختلفه شويه، انا اديتك الخلاصه بتاعت الايه التجربه بتاعتي وقلت لك اللي تعمله صح، لان انا غلطت غلطه ان انا قعدت في نفس المكان، ف لكن اللي قعدني في نفس المكان كانت ظروف حياتيه، ظروف اسرتي وظروف يعني ان اسرتي جات لي من مصر، فبقى تحركي في الوقت اللي انا كنت هتحرك فيه ما كانش مظبوط، يعني كنت هروح من الشمال للجنوب وحركهم معايا، هم لسه جايين اصلا بقالهم اسبوعين ثلاثه حاجه كده يعني، فكانت ظروف حياتيه اضطرتني ان انا اقعد في المكان، بس الدنيا اتغيرت بعد فتره طويله بعد 3 4 5 سنين، في خلالها انا اكسبيرينس الحاجات اللي محمد قال عليها دكتور محمد قال عليها بخصوص ان الناس بتعاملك ان انت لسه جونيور وشايفينك نفس الشخص اللي ما كانش عارف يتكلم انجليزي وما كانش فاهمنا والكلام ده كله، لكن لو انت عندك فرصه انت شايفاها يعني فروتفول في المكان اللي انت موجوده فيه، لا طبعا انا رايي انك تقبليها. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام عام، لكن في يعني في سيركمستانسز لكل شخص، مفيش حد كوبي بيست،
اللي احنا بنقوله ده نصيحة عامة، لكن كل شخص جاء البلد دي ليه تجربة مختلفة تماما. يعني حتى كنت بتكلم مع الدكتور محمد قبل كده، انا من معارضين قصه ايه الطريق الى انجلترا. ما فيش طريق الى انجلترا يا جماعه، هو في شويه شبكه طرق كده، اللي عايز ياخد فيها طريق كله هيوصل الى روما يعني. فانت لو شايفه ان في اوبورتونيتي اتفتحت قدامك في المكان اللي انت فيه، لا يعني في طبعا انك تقبليها، مش ما تاخديش كلامنا رولز يعني. انا اسف طبعا، موافق 100% طبعا. وده كنت هقول لحضرتك يعني، ما انا اسف ان انا بحكي كلامي على ان هو ده يا جماعه ده هو كأنه الكلام صح. فضيلة دكتورة لميس عندها إضافة. دكتورة لميس. أيوة، السلام عليكم. شكرا جزيلا جدا على المحاضرة الجميلة ديت، والحقيقة يعني رائعة يعني طبعا لكل أي حد جاي عايز يبتدي في إنجلترا، يا رب يكون حد يقدر يستفيد منها طبعا من خبراتكم طبعا. الأخت آية أنا عارف هي شي كونتاكت مي يعني، وهي كانت بتسألني على الدرماتولوجي وكده. هو في نقطة أنا معاكم طبعا، فعلا اللي بيجي إنجلترا هنا وبيتحرك في أكتر من مستشفى بيستفيد كتير جدا، دي رقم واحد. لأنه بيبيك هنا حاجات كويسة، وبيبيك من هنا حاجات كويسة، وبيبيك من هنا حاجات كويسة، ودي طبعا يعني it will be very good opportunity. لكن طبعا كل واحد على حسب هو feel إيه الأحسن له، دي رقم واحد. رقم اتنين، هي الأخت آية برضو كانت بتسألني على السيزر، ومش هي بس، كان أكتر من 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 زميلات يعني. هو يعني أنا من رأيي يعني هي آية لسه صغيرة يعني، يعني why not try to go into training both which will be more better for her, for her experience, for her life. يعني مش هي وبس، وغيرها يعني، لأن ده هيسهل لها حاجات كتيرة جدا بالنسبة للكارير بتاعها في الديرماتولوجي. في ناس كتير جدا بتحاول تأبلاي طبعا على هو تريننج بوست طبعا في انجلترا، ما هوش حاجة سهلة، بس يعني أنا من رأيي keep trying. أنا عندي واحدة يمكن أكبر منك يا آية، ومع ذلك قدمت على تريننج بوست يمكن 3-4-5 سنين consecutive year لحد ما أخدتها، والنهارده خلاص she is going to be a consultant يعني. واخده بالك ازاي؟ why not to try it ليك يا آية او لغيرك كديرماتولوجي يعني. الحاجه الثانيه، لو انت الراجل عندك في الكونسلتنت عندك وافق ان هو عايز يديك لوكال كونسلتنت، it's entirely up to you. You need to see what is your best for your life. If you can have a post as a local consultant, but انت هتنيكي لوكال كونسلتنت forever. فشوفي انت عايزه ايه، هتشوفي اللايف ستايل بتاعك عايز ايه يعني. ده depends on what you need from your post. If you are happy that's it, okay that's fine. If you are not happy and you want to achieve the consultant post, it's still not a colloquium consultant, it's entirely up to you. Okay تمام. دكتور لميس ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور اي عندك تعقيب الاول عايز تقولي حاجه، وبعدين دكتور محمد عكاشه عايز يقول حاجه تقريبا، ولا دي لسه ما نزلتش؟ انا لسه سوري. انا طبعا بشكر حضراتكم جدا، وبشكر دكتور لميس. انا يعني صدعها جدا معايا، بس هي فعلا ربنا يخليها، هي فعلا شي از فيري سبورتيف يعني. هي بس النقطه ربنا يكرمك يا دكتور لميس، هي النقطه بتاعه سيزر اور تريننج. انا يعني سنا ام 32، مش حاسه ان انا صغيره ولا حاجه، بس هي الفكره كلها في حته لا حقيقي انت صغيره. انا شفت يعني، انا شفت ناس within 7 years خدوا تريننج خلصوه. طب يعني هي القصه قصه بقى ان انا الاوبورتونيتي نفسها. كان برضو دكتور عكاشه بيتكلم امبارح على هل ان انت يعني تستنى فرصه تريننج 4 years ولا تبتدي تظبط البورتفوليو بتاعك على السيزر باس. وهي دي برضو نفس النقطه يا دكتور لميس اللي انا محتاره فيها، يعني امشي في السيزر واقدم على تريننج انت ولا؟ مش هتخسري حاجه. انت لو ابتديتي تعملي السكه بتاعه السيزر وجات لك التريننج، انت ما خسرتيش حاجه. تمام، بس خلاص يعني. طبعا بالعكس، الكلام ده ممكن ينفع حضرتك. اتفضل. لا فانت هتستفيدي اكتر ان انت ابتديتي في البروسيس دوت، ودخلتي في موضوع التريننج، يبقى انت في الفيل سام جابز، دي هتسهل عليك الدنيا، انت مش هتخسري اي حاجه. تمام،
تمام. طب هي نقطة ال سيزر باسوي نفسه، إن أنا يعني لما جيت قدمت على الجوب بتاعتي كنت فاهمة إن المفروض يبقى عندي education supervisor، ودي برضو نقطة سألت فيها دكتور محمد امبارح وقال لي لا هو مش شرط، بس أنا فعلا مش عندي guidance. هي دي يعني ميزة جدا في ال training باسوي، إن حضرتك بيبقى عندك supervisor يوجهك، لكن أنا شوية حاسه ان انا ماشيه مع نفسي، ان انا عمال اعمل. ما هو ده هو انا عشان كده بنصحك، انا تمام. عشان كده بنصحك تخش على تريننج، لان السيزر ما فيش حد هي سوبرفايز يوم، ما فيش حد يعمل لك حاجه، لكن انت تريننج لا ده بريكوجنايز. وانت لو ابتديتي في السيزر زي ما بتقولي ده هيسهل لك الدنيا. انا اسفه يا دكتور عكاشه، اتفضل لو حضرتك كنت عايز تقول حاجه. واحنا معانا 30 ثانيه يا دكتور محمد اللي عايز تقول حاجه. لا لا ما فيش، هو يعني هو الكلام زي الدكتور اللي سالته بالظبط، بس عشان انا مشيت جوه الروت علقت حتى على نقطه الايديوكيشن سوبرفايزر في السيزر. اي دكتور في مستشفى ليه كلينيكال سوبرفايزر وليه ايديوكيشن سوبرفايزر، احنا اللي ما بنسالش. وعشان كده لازم تحددي موقفك من الاول، لازم تقولي للمستشفى يا جماعه انا عايز الايديوكيشن سوبرفايزر بتاعي هو مين، لان انت في الابريزل بعد سنه بيسالك كان مين الايديوكيشن سوبرفايزر بتاعك، فانت لازم انت اللي تدور عليه في تريننج. هو هيحدد لك من يوم 1 يعني من داي 1.